نقول أن نقض القرار هو قانوني قضائي بحت، ونحن نتطلع بثقة عمياء للقضاء. أما إذا كان الموضوع أمر سياسي فيه جنبة سياسية، أنا أعتقد أن القضاء لا يخضع إلى المساومات والابتزاز السياسي، على الرغم من أن هنالك من يقول أن الأمر فيه ابتزاز سياسي، ولكن كل ما يقال سوف يكون القول الفصل للقضاء، وهو الذي بالمحصلة النهائية أن يقول قائلته. ونتطلع أن تكون هذه البداية في نقض هذا القرار، أن تسري على أمور أخرى، لأن هنالك الكثير من الأبرياء الذي تمت محاكمتهم أبان حكومة الكاظمي والحكومات التي سبقتها. على القضاء أيضا أن يأخذ الأمور كما هي ويعيد التحقيق بكثير من القضايا للمحكومين وهم أبرياء، لكي يكون القضاء منصفا وعادلا ويقول قائلته ويعطي الثقة المطلقة للشعب العراقي.